الحقيقة اتكلمنا كتير قبل كده عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وتناقشنا في حقوقهم في الدستور وكيفية اندماجهم في الحياة المجتمعية والسياسية، ولكن كان لازم نتكلم على كيفية تعامل المجتمع مع ذوي الاحتياجات الخاصة الحقيقة، وكيفية تعاملهم هم أيضا مع المجتمع. عملية التفاعل، يبدو الموروث الثقافي عندنا بيبقى فيه نوع من الخلل في كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن حقوقهم قدراتهم الخارقة الحقيقة كان لازم نتكلم في الموضوع ده ونتناقش فيه. خلوني ارحب في البدايه بضيفي اللي منورني في الاستوديو، دكتور حسين السيد، رئيس رابطه ذوي الاحتياجات الخاصه تحيا مصر. دكتور منورنا ونهارك دايما سعيد. كل سنه وانت طيب. سلام، كل سنه طيب. واحنا بنتكلم قبل الفقره قلت لي مش عايز ابدا بالترتيب، انا عايز اخد الموضوع من النهايه عشان اوصل بيه للبدايه. كنت عايز يعني في البدايه كنت عايز اسال عن كيفيه تعامل المجتمع مع ذوي الاحتياجات الخاصه، ولكن خليني امشي يعني من خلال وجهة نظر حضرتك كيف نبدأ الموضوع من النهاية. طب بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً أول رئيس جمهورية يدخل في مداخلة تلفزيونية لواحد من هؤلاء الناس كان هو سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. عظيم. لما دخل لأحد الأفراد وهو على الهواء مباشرة مع الأستاذ أسامة كمال واتكلم معاه، وده معناه أنه هو بيشير إلى هذه الفئة. طبيعي. الفئه اللي هي ايه مالهاش حقوق او متغاضه عن حقوقها بقى لها فتره، واكد الكلام ده انه استقبله تاني يوم. ماشي. فهو دلوقتي سياده الرئيس بيوجه النظر لكل المتخصصين ان هم يهتموا بهذه الفئه. احنا دلوقتي الشعب المصري 90 مليون، لما نقول في منهم على الاقل 9 مليون من اصحاب القدرات الخاصه، رقم كبير على فكره، يبقى 10% من الشعب المصري الموجود هو عبارة عن هذه الفئة. وتلك الفئة مهملة من كل في كل الأشكال، من ناحية النواحي العلمية بتاعتهم والنواحي الثقافية، الاندماج في المجتمع بتاعهم بصعوبة. طيب حضرتك نيجي بقى ايه، هنبدأ زي ما قلت لحضرتك هنبدأ من الآخر. ايه العوامل او ايه الآثار الجانبية لعدم الاهتمام بهذه الحالات عشان نوصل في المستقبل؟ دلوقتي لو كل حضرتك بس كان لازم حتى لو همشي ورا حضرتك ونقول نبدأ من النهاية، السؤال اللي انا حتى قلته في البدايه عشان بس اخد الخيط زي ما بيقولوا كده. تمام. المجتمع المصري تمام مهيئ بمنتهى الامانه، مهيئ للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه؟ وحضرتك قلت لي قبل الفقره خلينا نقول ذوي القدرات الخاصه، بس خلينا نركز على المجتمع المصري بالتحديد. المجتمع اولا هو بيبص له كلمه معوق، مش يعني يقول المعوقين كذا. حتى من على اعلى المناصب بيقولوا عليهم معوقين، لكن انا بقول يا جماعه ده ما اسموش معوق. كلمه معوق من ليس له اراده. لو واحد بكامل صحته ومالوش فكر ومالوش مبدا ومالوش راي ده اسمه معوق، لكن لو واحد عادي وربنا يعني اختار منه حاجه معينه وحطه في اختبار بس هو له مبدا وله اراده، فده ما اسموش معوق، ده اسمه اصحاب قدرات خاصه. هو بيقدر يعمل حاجات غيره ما يقدرش يعملها، دي أول حاجة. ودليل على كده إن هم دلوقتي أصحاب القدرات الخاصة الشباب أو اللي هم في عمر الثلاثينات فاتحين بيوت واتجوزوا وعندهم أولاد. هل حضرتك فكرت أو السادة المشاهدين اللي قدامه واحد من أصحاب القدرات الخاصة فكر عياله عايشين إزاي؟ فكر هو مثلا بيصرف على أولاده إزاي؟ من مثلا طبعا الانسان العادي بيروح عشان يكفي حياته ويكفي اولاده بيروح شغل واثنين وثلاثه وطول النهار بره، لكن ده قدامه هو عمل واحد بس، العمل ده بيتقاضى منه اجر. هل الاجر ده يكفي اولاده ان هم يعيشوا حياه كريمه؟ لا طبعا، استحاله. ده الانسان العادي عند دخول اي مناسبه، عيد، مدارس، اي حاجه بالشكل ده بيشيل الهم على دماغه، لكن الانسان ده عياله بقى هيكفوا ازاي؟ وبالتالي عياله مش هيبقوا عندهم نفس القوة ونفس الجرأة بتاعت أبناء الأشخاص الآخرين. يبقى من هنا نبدأ نتكلم ونقول هنا يبدأ وجود خلل في مجتمع ذوي القدرات الخاصة، سواء في التعامل مع المجتمع أو تعامل المجتمع مع ذوي القدرات الخاصة. من هنا يبدأ بقى. تمام. تمام. فأنا دلوقتي عشان ما أوصلش بأسرة تكون الأسرة دي هي ما عندهاش قدرة على التعامل الجيد، يبقى لازم ما أوصلش بالراجل ده او بالشخص ده ان هو يبقى بالحاله دي مع الاسره. ابدا بيه من تحت بقى، يبقى ده كده انا بينت لحضرتك الثمره ان انا اهمل ده من تحت.
اهمله من تحت ووصلت لايه لمجتمع في الاخر ضعيف وهش. فهبدا بيه بقى من تحت بقى عن طريق اولا الرابطه اللي احنا عاملينها بقى رابط اصحاب القدرات الخاصه. ويا ريت يعني يا ريت موضوع كلمه معوقين دي يعني نصححها من فلسفه من فلسفه المجتمع. عظيم. لان دلوقتي لما اتعامل مع واحد على انه معوق يعني معناه ان هو ايه غير قادر على الابداع او عنده حاجه ناقصه غير قادر على الابداع وغير قادر على التعايش. لا انا عايز احسسه ان هو يقدر يعمل كل حاجه وبالفعل يقدر يعمل كل حاجه. وبالعكس اللي بينبغ منهم مطه حسين كان معوق, اللي اخترع الموسيقى ده كان معوق, كان اصحاب قدرات خاصه, اللي عملوا حاجات اثرت في البشريه لهم حاجات خاصه. فانا دلوقتي بتناسى الكلام ده, لا ده انا ادمجه بقى في المجتمع. قوه 10% من المجتمع بدل ما اهملها انا هاخدها معايا اخليها قوه ليا مش قوه عليا. ركز لي يا دكتور قوي على كلمه المجتمع اللي حضرتك بتكررها كل شويه, لان انا عايز اوصل مع سيادتك لتعامل المجتمع. يعني انا مش عايز اقطع كلام حضرتك, ولكن ما هو برضو احنا عندنا خطين بيمشوا بالتوازي. تمام. سواء تعامل المجتمع مع ذوي القدرات الخاصه. تمام. او تاهيل ذوي القدرات الخاصه للتعامل مع المجتمع, ودي النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها. تمام. تاهيلهم عشان يتعاملوا, بس انا عايز اعرف المجتمع هيتعامل معاهم ازاي. اقول لحضرتك حاجه, انا عايز في حاجه هنا, في حاجه اسمها افرض رايي او افرض نفسي عشان تشوفني. يعني احنا لو احنا قاعدين مجموعه مع بعض, قاعدين مجموعه والاستاذ واقف هو شايف المجموعه كلها, بس اللي بيرفع صباعه هو اللي بيقول له انا الموجود. فاحنا من خلال الرابطه دي انا عايز اقول عن طريق الرابطه دي ان انا موجود وهو ده موجود وافرض نفسي عليك مش بالقوه, لا بالوجود بتاعي. وجود الثقافي, وجود العملي, وجود الفعلي في كل المجالات. عظيم. ما بقاش مثلا ايه خلاص هو بيتعلم دلوقتي اول ما يتخرج ياخد ال5% بتوعه ويروح يشتغل في اي ده حد. عارف ياخد ال5 ده اذا عارف ده اذا كانت يبقى اذا دلوقتي المجتمع احنا المفروض هنأهل الجماعه دي عشان تفرض نفسها على المجتمع. مش او فالمجتمع مش هو اللي هيقول ايه انت عندك لا, احنا عايزين هو يقول انا موجود اهو وانا هبدع معاكم. اللي هيقول كده صاحب القدرات الخاصه, بس عن طريقنا احنا بقى او عن طريق المنظومه اللي احنا المفروض نعملها عشان يظهر. طيب دي الخاصه باللي المفروض يعمله ذوي القدرات الخاصه عشان ينبه المجتمع كيف يتعامل معاه. تمام. انا عايز ارجع لنفس النقطه. تمام. ما تديني حضرتك روشته او نقط كده نقول كيف نهيئ المجتمع للتعامل. خد بال حضرتك انا بسال سؤال, كيف نهيئ المجتمع للتعامل مع ذوي القدرات الخاصه؟ هل مثلا ابدا من الاسره؟ هل ابدا من التعليم؟ هل ابدا اغير النظره للمجتمع المصري من خلال الحوار في وسائل الاعلام؟ يعني انا عايز اوصل هغيره ازاي؟ ما هو انا هغيره الاول عن طريق ان انا الاعلام, اول حاجه الاعلام اللي هو واصل لكل مكان. ماشي. الاعلام ان هو ما يقللش من قيمه حد ايا كان هذا الحد. ادي واحد. ماشي. وبعدين ما يعملش إحباط لحد أيا كان هذا الحد. عايز يعمل أي حاجة ما يعملوش إحباط. ماشي. دايما يفتح الطريق قدام أي حد إن هو يعمل كل حاجة, يعمل ما في وسعه, ما يبقاش فيه إحباط ليه. ماشي. فإحنا فالمجتمع إن هو كل الموضوع إن هو هيشجع الفئة دي إنها تظهر تندمج في الحياة العملية والحياة العلمية والحياة الثقافية والحياة السياسية. هنا تيجي بقى تغيير نظرة المجتمع. يعني من هنا من هنا هيجي تغيير نظرة المجتمع. ماشي كده. طيب هنا بقى دورنا احنا بقى ايه؟ ان انا المجتمع هيبص يبقى يلاقي انسان صالح ان هو يشتغل يندمج في المجتمع ده. هقول لحضرتك مثل بسيط جدا. مثلا دلوقتي لو في واحد اشتغل في مكان او جاله ال5% واشتغل في اي مكان, فطبعا هم بيدوله بقى ايه اي عمل خفيف اي حاجه مش عارف ايه انه عادي جه راح ما مش مؤثر في الشغل. تمام. لكن لو انا خدته اهلته ان هو هيشتغل في مهنه او في مكان واهلته انه مش حد غيره مؤهل يشتغل في المكان ده لو غاب يوم الشغل هيقف, يبقى انا حطيت له اهميه. بس انت كده حضرتك عايز تنقي بعض المهن او بعض الوظائف يتميز فيها صاحب ذوي القدرات عشان اميزه واقول هو قادر. مش كل المهن يقدر كل اصحاب القدرات الخاصه يشتغل فيها. طب. بما يتلائم مع حالته الصحيه انقيله او اختار له ايه اهم حاجه ممكن يشتغل فيها بما يتلائم وادربه عليها لفتره تدريب معينه. ماشي. هبدا الكلام ده الاول من اول ما يبقى طفل صغير. جينا للاسره, احنا بدانا نوصل للاسره. ايوه. اجي بقى الاسره هنا بقى. انا دلوقتي المفروض هعمل قاعده بيانات بعدد الناس الموجودين بالفعل دلوقتي لهم قدرات خاصة.
على فكره انت حضرتك جاوبت على سؤال مهم جدا كنت لسه هساله، اتفضل، خاص بالمشاكل اللي بتواجه ذوي القدرات الخاصه بقى هنا، بتواجه المشكله للفرد ده في كيفيه تاهيله للتعامل مع المجتمع. تمام. اعتقد هي هتبدا من الاسره. ما انا حضرتك انا جايبه من الاول خالص اهو. انا دلوقتي في طفل صغير حصل له اي موقف دلوقتي واصبح من هؤلاء الفئه من تلك الفئه، هنعمل ايه؟ هيتوجه الى مثلا مكان حكومي، هيروح مثلا مستشفى معهد شل الاطفال مثلا او مستشفى النور والامل او اي مكان حكومي. انا هاخد انا الاول بقى قاعده البيانات بتاعتي هاخدها على الواقع دلوقتي، ايه اللي موجود دلوقتي وما يستجد. عظيم. اللي هيستجد ده جاي من ايه بقى؟ اولا قله الوعي الصحي في كره مصر وفي العشوائيات، في قله في الوعي الصحي على اهميه مثلا اخذ التطعيمات شلل الاطفال، المتابعه الصحيه. مثلا طفل صغير عينه اصابها اي حاجه، بدل ما يتوجهوا لدكتور عيون لا بالوصفات، يتكلموا في الوصفات، يبقى اصبح في واحد جديد دخل الفئه. ماشي. الافراد دول انا هاخد البيانات بتاعتهم ويبقوا عندي في قاعده البيانات. لازم اهله بقى وهو طفل المجتمع هيتعامل معاه ازاي؟ هيدخل مرحله التعليم كحكومه وكمجتمع هيتعامل معاه ازاي؟ عايزه يندمج. وطريقه اندماجه هتبقى سهله جدا، مش مكلفه الدوله حاجه. بمعنى اول حاجه انا دلوقتي ايه، لو طفل اتولد في قريه او في منطقه عشوائيه ما فيهاش مدرسه، والطفل ده مش هيقدر يروح للقريه الثانيه اللي فيها مدرسه حكوميه، فهيعمل ايه؟ مضطر ان حد من اهله يتوفر معاه ياخده ويوديه ويجيبه او يدخله مدرسه خاصه، وده مش متاح لناس كتير في المحافظات. لسه حضرتك انا هجيب لك المدرسه الخاصه اهو. وبالتالي يا اما عنده اب وام عايزين يوصلوه ان هم يعلموه فبيكافحوا عشانه، يا اما ان هو ايه يكسله ويقولوا اصل هيعمل ايه اما يكبر مش مشكله، يبقى حرموه من التعليم. الحاجه الثانيه بقى ان في مدارس خاصه متوفره في كل مكان. انا دلوقتي بقترح لو كل مدرسه خاصه خدت نسبه 1% من الافراد دول عندها، وصاحب المدرسه يتكفل بيه وفلوسه مش ضايعه، لا ده في اخر الشهر او في اخر السنه بيقدم مستندات ان هو تم تعليمه في السنه دي، وممكن الله اعلم قانونيا ممكن يتعمل فيها ايه، هل ممكن يعفى من الضرائب، يتعافى من الضرائب بالمبلغ ده بما انه تولى الصرف عليه ويتولاه لحد ما يوصل مرحله مثلا ثانويه، وكل سنه يدي تقرير عنه هل في اجاده وفي شطاره بالنسبه للطفل ده او للولد ده ان هو هيتقدم علميا ولا لا. دكتور انت عارف توصلتني فين للنقطه بتاعت حضرتك دلوقتي؟ وصلتني لدور الدوله، دور الدوله في تاهيل ذوي القدرات الخاصه. انت حضرتك بدات توصلني ان هنا الدوله بقى لها دور. حضرتك بتقولي لو ما دخلش المدرسه الحكوميه مضطر يدخل المدرسه الخاصه ويتم الخصم، يعني انا عايز اقول هنا الدوله اصبح لها دور رئيسي. ايوه. في تاهيل ذوي القدرات الخاصه عشان يعيش بشكل محترم جدا جدا. تمام. جدا. وده هيجرني ان انا هسال حضرتك سؤال. اتفضل. هي الدوله مقصره في كيفيه التاهيل للتعامل مع ذوي القدرات الخاصه؟ اصل لازم اركز بقى، ما دام حضرتك قلت لي يدخل المدرسه وبقى بقى الدوله لها دور، فانا عايز اسال سؤال مباشر، هي مقصره؟ اكيد طبعا في تقصير. اكيد في تقصير في حاجات كتير جدا، في تقصير في حاجات كتير جدا. يعني حضرتك ذكرت لي وسائل الاعلام، ادي نقطه، التربيه والتعليم ليها معول، الوعي لدى الاسره ليه معول. طبعا حضرتك دلوقتي انا كان ليا ظروف خاصه، المفروض مدرستي تبقى جنب بيتي. اقرب حاجه بالنسبه لي مدرستي تبقى جنب بيتي، مش بعد بيتي مثلا ب 4-5 كيلو يبقى. او اذا كان مثلا هي كده يبقى توفر لي وسيله مواصلات، ما انا حق الدستوري والقانوني بيقول ان انا للدوله انها المفروض توفر لي الحياه الكريمه، ماشي، صحيا وتعليميا واجتماعيا، ده الدستور بيقول كده. فانت دلوقتي هنمشي بالدستور، يبقى وفر الحاجات دي. في شغل في الدوله كتير بيحصل، وبس في عدم تنظيم موجود. الشغل اللي بيحصل تحت الاسبوطات، الحاجات اللي ظاهره، عدم التنظيم في الاماكن البعيده. فبقول لحضرتك في اماكن بعيده في الكرة والحاجات دي الاطفال مش هيعرفوا يروحوا المدرسه. لو كل صاحب مدرسه خد له 1% بس تكفل بيه ان هو تعليميا وفلوسه مش رايحه، فلوسه هترجع له عن طريق ضرائب، عن طريق اي حاجه قانونيه، ما اعرفش تبقى عامله ازاي. انت بتتكلم على القانون الخاص بالدوله يا دكتور، ولكن هسال سؤال بصيغه ثانيه. لو افترضنا
ان الدوله فيها القوانين. تمام. وحضرتك بتقولي هناك قصور. تمام. طب تعالى بينا نسال السؤال بشكل تاني، هل عدم تطبيق القوانين من قبل الدوله وصلنا للمرحله دي؟ يعني انا عندي القانون وعندي نسبة الخمسة في المية وعندي نسبة الدخول في البرلمان وعندي نسبة الدخول حتى في التربية والتعليم لذوي القدرات الخاصة والآخر، ولكن حضرتك وصلتني من خلال طرح الفكرة وحضرتك قلت لي اه الدولة مقصرة، ان انا عندي قوانين هي الدولة ما بتطبقهاش. والله حضرتك عارف ان القوانين في الدولة بسم الله ما شاء الله كتير جدا. ايه المطبق منها؟ خلينا نتكلم على القوانين الخاصة بذوي القدرات. طبعا انا عايز اسال سؤال واخد الاجابه. طبعا حضرتك قلت لي هناك تقصير. طبعا. ولكن هناك قوانين طبعا بتحكمنا. طبعا ده بنتكلم في الدستور في 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 ولكن لا تطبقها الدوله. طبعا طبعا يعني مثلا الحق في التعيين نسبه 5%. هات لي كده من سنه مثلا 2000 قبل من 2010 قبل الثوره كم واحد اتعين؟ مفيش حد اتعين. يطلع بس في الاعلان يقول لك ايه هيتم التعيين لذوي الاحتياجات الخاصه وذوي القدرات الخاصه. طب فين اللي هتعينه فين؟ مفيش. ماشي. هات لي حق المواصلات، الاوتوبيس المفروض بيه في مكان مخصص لذوي القدرات الخاصه. تطلع الاوتوبيس لا السليم بيعرف يركب ولا اصحاب القدرات الخاصه يعرف يركب. طب ماشي بقى هنبعد عن المواصلات العامه، عايزين نجيب له مثلا ايه وسيله مواصلات يتحرك بيها موتوسيكل مثلا. المفروض عشان يجيب الموتوسيكل ده بيقعد حوالي 10 15 سنه يخلص ورقه، مش يخلص ورقه وينتظر الدور. وبعدين يجي يقول ايه اصل مفيش فلوس، اصل احنا جبنا 400 موتوسيكل ولا 400 اتفرقوا وانت عندك 10000 واحد مستنيين ويتنج ليست لسه. ماشي. وبعدين يروح يقابل المحافظ والمحافظ يديله تاشيره ويديه على الشؤون الاجتماعيه تعمل له بحث ويتحط في الليست في الويتنج ليست ويقعد 10 سنين يكون هو مات او يكون الحاله زادت. يبقى مش تطبيق القانون، يبقى جايز في خلل اداري في كيفيه توزيع الحقوق. حضرتك والله اللي انا اعرفه اللي بيحط نظام المفروض بيتابعه. طبيعي. المفروض واحد في قانون محطوط، المفروض في اداره طبعًا. بتمشي على تطبيق القانون طبعًا. او متابعته طبعًا. لكن انا دلوقتي انا بقول لابني انزل العب في الميه دلوقتي لو انا ما تابعتوش ما هو هيغرق. تمام. لكن انا المفروض اتابعه، فانا اللي حط قانون المفروض يتابعه. هل القانون ده ما هو القانون ده اتعمل عشان نفع الناس واتعمل عشان تنظيم العلاقه بين الناس. عظيم. فانا اما اعمله واسيبه بدون واهمله يبقى انا كده انا عملت ايه؟ فلا في دلوقتي في قانون لا في 5% بتتاخد ولا حق في المواصلات موجود ولا حق في التعليم الجيد موجود، فكله بتبقى شعارات. اما نيجي على الواقع ما يبقاش موجود. احنا بقى عايزين بقى افرض نفسي بقى واقول انا عايز انا هقدر انا هاهل المجموعه دي انا هاهلها انها تفرض نفسها، بمعنى انا هدمجها في سوق العمل مثلا. عظيم. انا هدور على الصناعات. حضرتك مثلا عندك موبايل وعندك وفي واحد تاني عنده موبايل وتابلت. عظيم. واحد تالت عنده موبايل وتابلت ولابتوب. واحد تاني رابع عنده مجموعه دول لما الموبايل بتاع حضرتك يبوظ هتعمل فيه ايه؟ هوديه يتصلح. بس لمين؟ انا هاخد الشخص ده هعلمه يصلح هاهل. البرمجيات هاهل. دي واحده. وصلت الرساله دكتور؟ يعني انا وقتي خلص ولكن الكلام عبر عن نفسه وواضح ان رساله موجهه النهارده مش لأجهزة الدولة بس، ولكن خليني أركز على مضمون الفقرة وهو كيفية تأهيل المجتمع للتعامل. حضرتك وصلتيني نقطة مهمة جدا، أن عندما يدمج ذوي القدرات الخاصة داخل المجتمع بشكل سليم وسوي هنا جزء من عملية تأهيل المجتمع للتعامل معاه وأصبح صاحب مهنة وصاحب حرفة متميزة يتميز فيها ويجبر المجتمع على التعامل معاه بشكل قد يكون كمان مش طبيعي، قد يكون فيه نوع من التميز. الحقيقه دكتور حسين السيد رئيس رابطه ذوي الاحتياجات الخاصه تحيا مصر، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبالتاكيد هنتقابل مره تانية مش بس علشان حقوق صاحب القدرات الخاصه بالبرلمان او خاصه بالدستور، ولكن حقوق طبيعيه في الحياه بشكل سوي وشكل سليم وحقوق المجتمع ايضا في كيفيه التعامل معاه. بشكر حضرتك وباذن الله هنتقابل وانت نفس الابتسامه على وشك بتقول لي يا اشرف حصل كتير جدا بما انك اتكلمنا على اهتمام رئيس الجمهوريه، فبالتاكيد اللي بعد رئيس الجمهوريه كمان هيهتم. انا بشكر الاول سيادتك وبشكر القائمين على البرنامج، وبوجه تحيه خاصه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو وجه لنا او ساب لنا جاب لنا حطينا في المناخ ده البداية. نظهر الناس دي ونعبر عن الفئه بالزبط. ونجيب بعض الحقوق الضايعه منهم، ودي ممكن تكون البدايه. الحاجه الثانيه انا بدعو اصحاب القدرات الخاصه للانضمام معايا في الرابطه بحيث ان احنا يبقى صوتنا قوي
ونقدر ان احنا نعمل حاجه وان احنا نقول ان احنا موجودين وانتوا بالفعل موجودين ونميزهم نعمل حاجات. وطبعا عندي كلام كتير جدا والحمد لله ان احنا دكتور انتوا قادرين بالتاكيد على التميز، مفيش فيها مناقشه، وزي ما كنت بقول لحضرتك قبل الفقره انتوا ابدعتوا ورفعتوا راس مصر عاليه في كل المجالات. بتمنى دايما دايما كل الخير والسلامه لكل نسيج المجتمع المصري، وبالتاكيد هنتقابل على كل خير. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا مشاهدينا، بختام فقرتنا خلص يومنا النهارده، بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، تحياتي وتحيات فريق العمل بالكامل، وهتوحشونا، كنت نشوفكم مرة تانية، أشوفكم دايما على خير، سلام.